مشهد عادي يعني، ما فيش مشهد اللي هو قاعدة بتشرب قهوة مع واحدة صاحبتها وبيقولوا كلمتين وخلاص. كل مشهد في مرحلة نفسية مختلفة، فيها تطور نفسي مختلف. انا معظم المسلسل مكتئبة او يعني حالتي النفسية مش كويسة، بس كل مشهد من دول السبب مختلف والمرحلة بتاعت المضايقة والاكتئاب مختلفة، فلازم يبان الفرق، واحنا ما بنصورش بالترتيب، فالموضوع كان عايز تركيز وتحضير ودراسة يعني. في مشهد مع باباها، هي بعد الحادثة وان هي فقدت الطفل وفقدت الرحم ومش تقدر تبقى ام، هي دكتورة نفسية، بس هي في الاخر بني ادمة، وبالمناسبة في ناس كتير تريقت انه ايه ده دكتورة نفسية وهي محتاجة تتعالج. الدكاترة النفسيين على فكرة بياخدوا ادوية ساعات وبيتعالجوا نفسيا يعني عادي. بس يمكن اللي كان اللي بيحصل معاها ان هي من كتر الصدمة اللي هي فيها، طبعا هي ما بتبقاش قادرة تنام. هي قالت لباباها انا كنت باخده بس والله عشان انا عايزة انام، مخها ما بيفصلش. فهي عملت الطبيعي يعني، هي شخصت نفسها وابتدت تاخد دواء. يمكن ما كانش المفروض تاخد الدواء ده على طول، هي المفروض اصلا كانت تاخد دواء تاني الاول تجربه شوية، ولو ما اشتغلش تروح للليفل التاني. هي بس من كتر ما هي حالتها مش كويسة ومش قادرة تاخد قرار سليم، وهي عايزة ترتاح من كتر الوجع اللي هي فيه والألم، هي خدت بقى الدواء اللي هو الليفل الوحش على طول. وابتدت بجرعات عادية، ولقيت نفسها مش بتتحسن، وهي عايزة تطفي مخها، مش عايزة تنسى اللي هي مرت بيه، فابتدت تزود في الجرعات. فبس هو ده يعني، هو ده اللي حصل. والله ما حد فاهمه لحد دلوقتي. حسام ما اقدرش اقول ان هو توكسيك، اقدر اقول ان هو حد متلخبط واكيد اناني يعني، بس ما نقدرش ننكر ان هو برضو بيحب ليلى يعني. هو لما بيقول انا بحب ليلى، وان هو حتى في الاخر لما بيقول انا لو كانت رجعت بيا الدنيا كنت عملت نفس الحاجة، هو فعلا بيحب ليلى، هو مش بيكذب يعني، هو مش توكسيك بشكل ان هو بيقول لواحدة انا بحبك وانا اعمل اي حاجة عشانك، وهو مش كده. لا، هو فعلا عنده المشاعر دي، بس في نفس الوقت هو اناني وحساباته كلها غلط، وما بيفكرش غير في اللي هو عايزه، ما بيحطش نفسه مكان الشخص التاني خالص. هي بقى شافت حنان قدامها وحطت ايدها على البيبي وحست بيه، ده اداها امل انه ده بجد بيحصل يعني، كل اللي هي محرومة منه هيتحقق. فضعفت عشان هي بني ادمة، فيعني قبلت بالواقع لانه هي ما عندهاش اوبشن تاني، هي ما فيش قدامها فرصة تانية. كل الادوار مهما كان حجمها، ودي حاجة تحسب للمخرج، ما قالكش ده فلان هيجي يعمل مشهد فهنجيب حد مش بيعرف يمثل، لا، كل حد ممثل وممثل في مكانه وقدر يوصل لنا. من اول مريم الجندي اللي عملت المشهد الام اللي عايزه تعمل زراعه قوقعة، دسوقي كان فظيع، شاكر، نوره، سويسي، كل الناس يعني، هبه عبد الغني، عمرو القاضي طبعا، جمعة، يعني كل الناس في مكانها، كل الناس رستقت الدور بتاعها بشكل حلو قوي.